استطاع أن يحدث حدثاً، ذلك الحدث اللي ما كان حدثاً طبيعياً بتعبير هيكل، أنه انطلق رصاصة، وكأنه يريد أن يقول كأن حركة الخميني هي حركة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. بالضبط، لما وصفها بالقرن السابع الميلادي، القرن السابع يقصد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، يقصد حركة بعثة النبي صلى الله عليه وآله. فهو يريد أن يختصر كل المسافات، يقول الخميني هو صاحب حركة هي امتداد لحركة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، هي امتداد لحركة الإسلام. مثلما جاء الإسلام وانفجر في مكان معين وغير كل معادلات الصراع، وغير كل المعادلات الموجودة الاجتماعية والتوحيدية والعقدية والدينية والسياسية وكل الذي كانت، استطاع الخميني كذلك أن يغير كل معادلات الصراع، بعد أن ما كان يتوقع شخص أن تأتي في يوم من الأيام حركة أن تناهض ما هو موجود، خصوصاً بعدما كانت أمريكا تدعم، والكيان الصهيوني كان يدعم بالشاه، ويحاولون تقويته على في المنطقة، ويجعلون شرطي المنطقة. شرطي المنطقة اللي ما استطاعت الدول العربية أن تزعزع شيئاً من وجوده، استطاع الخميني بلا بندقية.